موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. اجتمع أبناء المهرة في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة لإحياء الذكرى 28 لإعلان فك الارتباط لعام 94، والتي توافق الذكرى الوطنية 21 من مايو من كل عام. وأكد أبناء المهرة تمسكهم بإعلان فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية بحدود ما قبل عام 1990، مجددين العهد للشهداء والجرحى بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف التي سقطوا من أجلها. وشارك في الفعالية السلطان عبد الله آل عفرار والشيخ راجح باكريت محافظ المهرة السابق. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي الشيخ عبد الرحمن الصبيحي شيخ مشائخ الصبيحة بمحافظة لحج. وأشاد الزبيدي بالدور الكبير الذي يقوم به مشائخ الصبيحة في حل القضايا الاجتماعية في مناطقهم، فضلا عن أدوارهم الوطنية في مختلف منعطفات الثورة الجنوبية. من جانبه جدد الشيخ عبد الرحمن الصبيحي موقف أبناء الصبيحة الداعم لجهود الزبيدي في سبيل الانتصار للجنوب وقضيته الوطنية. أعلنت القوات الحكومية ارتكاب الميليشيات الحوثية 4276 خرقا منذ بداية الهدنة الأممية في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة. وأشارت القوات الحكومية إلى استمرار الميليشيات في تصعيدها بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في مأرب وتعز بطريقة ممنهجة ومتعمدة، إلى جانب استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش المختلفة بالسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة والطائرات المسيرة. افتتح محافظ محافظة شبوة عوض ابن الوزير المرحلة الأولى من هيئة مستشفى شبوة العام بعد تجهيزها فنيا وطبيا من قبل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وتضم المرحلة الأولى أقسام الطوارئ والجراحة العامة وجراحة العظام والباطنية، وسيتبعها لاحقا توسعة مبنى العيادات الخارجية وقسم الأشعة التشخيصية وإضافة أقسام تخصصية أخرى واستقدام أطباء زائرين وأجانب لعلاج الحالات المستعصية في الهيئة. وأشاد محافظ شبوة بدور مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في إنجاز هذا الصرح وتجهيزه بالأجهزة والمستلزمات الطبية عالية التقنية. بدأت الحكومة رفع استعدادات الترصد والتقصي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جدري القردة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وجه الإدارات المختصة برفع الاستعدادات للرصد والتقصي وتطبيق الإجراءات الاحترازية الإلزامية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لرصد أي حالة اشتباه بجدري القرود بالمنافذ في أوساط السكان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.